القطاع الخاص هو الرهان الكسبان في أي اقتصاد، وعشان كده بتحرص الحكومات على تقديم دعم كبير جدا للقطاع الخاص لتعزيز مشاركته في التنمية الاقتصادية. ولكن زي ما الحكومات عليها مسؤوليات كتيرة جدا تجاه القطاع الخاص، القطاع نفسه عليه مسؤوليات تجاه الدولة والعاملين فيها. من أبرز المسؤوليات اللي بتقع على عاتق القطاع الخاص هي أجور العاملين، بالإضافة لنقطة تانية مهمة جدا وهي مسؤولية الشركات تجاه المجتمع واللي بتعرف باسم المسؤولية المجتمعية. النقطتين دول محاور رئيسية في حلقتنا النهاردة هنعيشها بالتفصيل مع ضيوف برنامجنا. ولو اتكلمنا عن الأجور فاحنا بنتكلم على أسابيع قليلة بتفصلنا عن حدث مهم جدا للقطاع الخاص المصري. يناير اللي جاي هيشهد تطبيق الحد الأدنى للأجور لأول مرة في القطاع الخاص، تنفيذا لقرارات المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط. القرار بيشمل صرف علاوة دورية 3% وحد أدنى 2400 جنيه شهريا اعتبارا من الشهر اللي بعد اللي جاي. في الوقت نفسه المجلس القومي للأجور منح الشركات حق تقديم الالتماسات بالتأجيل في ضوء أوضاع القطاع اللي تأثرت بالجائحة. الحقيقة حالة جدل كبيرة جدا حصلت دلوقتي في شركات القطاع الخاص حول القرار وآلية تنفيذه، وهنحاول في الحلقات اللي جاية إن شاء الله نناقش تفاصيل آلية تنفيذ هذا القرار مع مجموعة من شركات القطاع الخاص، خاصة إن في أزمة حول التأمينات اللي يعني هتستتبعها تنفيذ قرار تطبيق 2400 جنيه فيما يخص مسألة الحد الأدنى للأجور. آخر تطورات ملف الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص هي محور نقاشنا مع الأستاذ مجدي بدوي عضو المجلس القومي للأجور واللي معانا دلوقتي على التليفون. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ مجدي. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. كلمني عن آخر تطورات تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وهل هيطبق على كل شركات القطاع الخاص؟ هو بالفعل القرار اللي طالع من المجلس القومي للأجور إن القرار هيتم تطبيقه على كل القطاع الخاص بما فيهم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. لكن هناك بعض الأمور أو بعض الشركات أصابها ما أصابها نتيجة كورونا وغير كورونا، وبالتالي أصبحت حالتها الاقتصادية لا تتحمل إن هي تعمل زيادة كبيرة مفاجئة في مسألة الأجور. وبالتالي كان قرار المجلس القومي للأجور إن كل شركة عندها مشكلة هتتقدم للجهة التابعة لها، سواء اتحاد الصناعات، الغرف السياحية، الغرف التجارية، يعني بحيث ان كل واحد يبعت للقطاع اللي هو التابع ليه ان هو ظروفه كذا وكذا وكذا مشفوعا بالمستندات التي تؤكد ذلك. الكلام ده بيتاخد يروح للمجلس القومي للأجور. المجلس القومي للأجور عشان يبقى بياخد قرارات سليمة بيبعت كل الكلام ده لوزير القوى العاملة اللي بدوره بيوزع ده على مديرية القوى العاملة طبقا للشركات المتقدمة بطلبات الايه؟ تأجيل الصرف. طب هل في شركات كتير تقدمت بطلبات تأجيل؟ هو يعني مثلا احنا عندنا قطاع السياحة تقريبا مثلا. هو ده أكتر قطاع عنده مشاكل بالزبط. كلام سليم. في شركات أخرى موجودة برضو، لكن هو أكتر قطاع تقدم يعني، أو يعني في مطالب بإعفاء قطاع السياحة بالكامل، مش إعفاءه، احنا دايما نقول مفيش إعفاء دائم في مسألة الحد الايه؟ الأدنى للأجور. لكن في إعفاء مؤقت. ومن الممكن كمان ما يبقى الإعفاء كمان مشمول بإيه؟ أنا بدل ما أدفع 2400 طب ما أدفع 2000 طالما حالة المنشأة الاقتصادية تنفع كده. يعني مثلا الحد الأدنى مثلا دلوقتي مثلا عندهم 1000 جنيه. طيب عشان خاطر دلوقتي حالته الاقتصادية تسمح بـ 2000 بـ 1800. في مرونة في مسألة التطبيق يعني، بس طبقا للحالة الاقتصادية للمنشأة نفسها. طيب في جزئية فنية مهمة جدا ليها علاقة بفكرة التأمينات، يعني الشركات بتقول احنا كنا بندفع 1200 وبنخصم تأمينات على ال 1200، لما هندفع 1400 فاحنا هنزود قيمة التأمينات، بالتالي هيكون في مشكلة كبيرة بالنسبة لنا. ليه التأمينات ما تدفعش بشكل تدريجي، ما يكونش في مرونة زي ما حضرتك اتكلمت كده من شوية؟ أولا التأمينات بداية من 21
حصل فيها نقله لاصحاب العمل. ده معنى ايه؟ اولا احنا كان في السابق قيمه التامين اللي بتدفع كانت 40%، 26 على صاحب العمل والباقي على العامل. تمام. في القانون الجديد منذ تطبيق القانون في 1/1/2 ال 40% دي بقت 20. وبالتالي نزل مبلغ كبير جدا من او النصف تقريبا من قيمه التامين اللي كان بيدفعها صاحب العمل. والنهارده لما يبقى بيدفع 2400 مش هتبقى نقله، يعني يا دوبك ممكن يحصل اللي كان بيدفعه الاول. يعني مش هيتأثر كتير يعني. فما تأثرش عليه كتير بشكل طيب كبير يعني. نقطة تانية يا فندم برضو ليها علاقة بتوقيت تنفيذ القرار، يعني التوقيت حساس جدا، وكتير من الشركات زي ما حضرتك قلت من شوية متأثرة بالجائحة زي قطاع السياحة مثلا. هل ما كانش ينفع نأجل تطبيق القرار شوية، يعني ندي فرصة حتى للشركات ان هي تتنفس؟ الجائحة أثرت على قطاعات كتير مش بس قطاع السياحة. اولا احنا برضو بنراعي طرف اخر وهو الطرف الاضعف وهو العامل. احنا شايفين الاسعار اتحركت قد ايه طول الفترة الماضية، وتحريك الاسعار ده يعني انهك العامل. صحيح. وبالتالي احنا بنحاول نزق زقه معاه عشان خاطر برضو ما تبقاش المساله انت بتعمل حساب طرف واحد، وفي نفس التوقيت برضو احنا عملنا حساب طرف اصحاب الاعمال، وقلنا اللي ما عندوش امكانيه وعنده مستندات مؤكده لان هو ما عندوش امكانيه احنا بناجل تطبيقه. حضرتك يعني احنا ما بنكبرش او احنا مش ماسكين عصايه بنجري ورا الناس، لا احنا بنقول العامل الاسعار اتحركت كثيرا، يجب ان احنا نرفع من مستوى العامل، والدوله خدت الاجراء اولا كلام سليم وطبقت على عمال اللي هم او موظفين الحكومه وموظفين قطاع الاعمال العام، وبالتالي لازم القانون حتى بيقول يعني الحد الادنى للاجور يطبق على المستوى القومي، يعني القانون نفسه بيقول الحد الادنى للاجور يطبق على المستوى، ما ينفعش ادي شويه وشويه لا. كلام طيب. سليم. فانا طبقته لكن برضو بعمل حساب الظروف، يعني انا مش هدي الواحد اكبر مؤسسه او هيئه واقول لهم طبق الحد الادنى للاجور وتقفل بكره. صحيح بالظبط، دي جزئيه مهمه جدا. عشان كده بنقول ايه اللي عنده مشكله اقتصاديه احنا بنسنده وبنقف معاه كلام سليم وبنأجل له الدفع، واللي ما عندوش يطبق، واللي ما عندوش مشكله يطبق. طيب هل عندنا اليه يا فندم لمراقبه تطبيق الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص؟ هي بتعتمد بالدرجه الاولى على شكاوى الناس. تمام. يعني انت النهارده يعني ايه اللي مش هيطبق عليه بالتاكيد هيقدم شكوى، واحنا عندنا في المجلس القومي للاجور عندنا لجنه الشكاوى وبتدرس كل مشكله بتيجي وبرضه وبتتحقق منها كمان، يعني مش مجرد دراسه مشفوعه بالتحقق كمان. واعتقد هيكون في اليه كمان لزياده الحد الادنى للاجور بشكل دوري، ولا هو القرار بيتخذ بشكل فردي كل فتره معينه؟ لا مش بشكل فردي، هو بتبقى خاضع لمقاييس محدده. المجلس القومي للاجور المفروض خلال الفتره اللي جايه ينعقد بانتظام وكل شويه يدرس الامر، يدرس تحريك الاسعار، المستوى المعيشي بقى شكله ايه، يعني المسائل ليها توازنات كتير لازم تدرس قبل اصدار اي قرار. ما ينفعش اقول ايه ده بكره هطبق كل 6 أشهر هطبق الحد الادنى للاجور او هزود الحد الادنى للاجور. الجميل يا فندم الحقيقه في الموضوع ان هناك مرونه في تطبيق القرار، ومفيش يعني افراط او مفيش تعنت او تعسف تجاه الشركات، خاصة الشركات اللي بتعاني من أثار جائحة كورونا. الأستاذ مجدي بدوي كمان الدولة وقفت مع هذه الشركات. صحيح. أثناء الجائحة. صحيح. بتدهم من صندوق الطوارئ أجور العاملين لمدة 3 أشهر. صحيح حقيقي. وبالتالي إحنا مش في خناقة، لا ده إحنا بنساعد الشركات عشان تقدر تنهض وتشغل عمال. ده يعني شيء محمود جدا ومقدر جدا جدا، يعني فكرة تطبيق القانون والمرونة في تطبيق القانون وروح القانون. وروح القانون بالضبط. أستاذ مجدي بدوي عضو المجلس القومي للأجور، بشكرك كل الشكر. تحياتي فعلا. شكرا يا فندم، تحياتي لحضرتك.